طالما انت جبت بقى سيره احمد صلاح، معانا نجم نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد صلاح. ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي يا كابتن هيثم، ازيك عامل ايه؟ منورنا والله ووحشني جدا. والله وانت كمان ربنا يخليك. اخبار حياتك ايه؟ والله كله تمام. كابتن احمد، يعني تحب تقول ايه لتيفه ورؤوف؟ هم معانا في الاستوديو النهارده، وطبعا هم اكتفوا بالفتره الاضواء في النادي الاهلي، اكيد ليك كلام كتير محتاج تقوله لهم. اتفضل يا كابتن احمد. طبعا بمس عليهم طبعا، واكيد انا لحد دلوقتي والله مش مصدق ان هم خلاص مش هلعب معاهم تاني، لكن طبعا وربنا يعينهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا عايز برضو اتكلم على حته برضو محمود رؤوف وعبد اللطيف، طبعا دول من اعز الناس بالنسبه لي. ومحمود رؤوف طبعا معايا من احنا عمرنا 7 سنين. عبد اللطيف طبعا جالنا من نادي الطيران 2006 2007. فطبعا الواحد لحد دلوقتي والله انا يعني حتى في المداخله مش عارف اقول ايه من كتر ما انا مش مصدق ان مثلا هاجي اول تمرينه مش هلاقيهم موجودين. لكن طبعا هي سنه الحياه، واتمنى يا رب كده ان شاء الله حياه سعيده مع اسرهم وفي حياتهم الجديده باذن الله. طب صلاح هسألك طبعا على طول يعني. طب هسألك سؤال يا صلاح برضو، يعني على الهوا كده برضو، حاجه يبقى فيها كده حاجه لطيفه. إيه كل لعيب بيبطل انت بتبقى يعني اللعيبه زمايله شايفينه في حاجه، يعني مثلا لما جيت ابطل زمايلي قالوا لي والله انت تنفع في كذا. طب انت شايف رؤوف كمستقبل بقى لسه ان شاء الله العمر قدامه، شايفه فين؟ شايفه يبقى مدرب ولا كادر اداري ولا عضو اتحاد؟ يعني رؤوف بيضحك، خلي بالك مستني ردك. لا خالص والله، محمود رؤوف طبعا انا يعني انا اتمنى ان هو يفكر جديا ان هو يخش مجلس الاداره، وهو قادر على ده، وهو دماغه نظيفه جدا جدا وهيفيد النادي الاهلي في حاجات كتير. فانا اتمنى له طبعا ان هو يفكر في حاجه زي كده، ان هو يفكر يخش مجلس الاداره النادي الاهلي. يعني على فكره هو قال كده قبل انت ما تكون معانا دلوقتي. طيب تيفا ما شفتش والله. لا ما انا عارف، انا عارف صحابي وعارف دماغهم كويس قوي يعني. ما دي الحلاوه بقى، ان انا بجيبك على الهوا انت مش شايفنا فبتقول، فالكلام بيتطابق بيبقى الدنيا جميله. طيب ده كان بالنسبه لرؤوف، بالنسبه لتيفا برضو نفس الكلام، انت شايفه فين؟ تيفا اداريا طبعا ان هو شاطر جدا، طبعا اتمنى له ان هو برضو يفكر في الحته ديت، يكون مدير اداري حاجه اداريه تخص الفرق المنتخبات او الاهلي. هو برضه صادر جدا فيها، وكمان مش هيبقى اداريا بس، كمان هو هيفرق، هيساعد جامد قوي مع المدير الفني، هيلم اللعيبه، هيدي برضه عنده خبره فهيساعد اللعيبه في التمرين. فهو برضه انا شايف ان هو برضه الحته الاداريه دي هيكون شاطر جدا جدا جدا، وهيفيد النادي برضه لو هو فكر بس في حاجه زي كده. صلاح انت كنت شايفنا يا صلاح؟ ما هو مش ابدا. ازاي ده نفس الكلام اللي قاله تيفا ونفس الكلام اللي قاله رؤوف اصلا في الشارع والله اصلا. انا مصدقك بس سبحان الله. انا عايز اقول لك، انا عايزك تشوف الحلقه هتلاقيهم هم قالوا نفس الكلام. يعني انت قلت هو يا كابتن اكيد ما احنا عشره عمر. طبعا طبعا ده يعني لما كل واحد مميز في ايه وعنده عيوب في ايه. صحيح عشان كده بقول الحمد لله احنا يعني قريبين من بعض جدا جوه الملعب وبره الملعب، وحتى مؤتمرنا مع بعضينا يبقى على طول مع بعض. فالموضوع يعني بعد ما اتقابلنا 3 4 مرات. والله صلاح انا يعني بشكرك على المداخله دي وكلامك جميل، ودايما بتدينا طاقه ايجابيه اسطورتنا الكابتن احمد صلاح. طبعا بحبك وبودي لك كل الاهتمام وكل يعني الدعاء لينا، ان ربنا يدي لك الصحه وتفضل معانا في الملاعب كتير يا كابتن احمد. ربنا يبارك فيك يا كابتن هاشم، ربنا يخليك. كابتن احمد صلاح متشكر جدا على وجودك معانا.